سماحة السيد مقتدى صدر أراد شيء أن يفعل في العملية السياسية ألا هو حكومة الأغلبية، وكل الشارع العراقي والشعب العراقي 90% من الشعب العراقي يريد تغيير على الواقع السياسي في العراق، وتغيير الواقع السياسي هو حكومة أغلبية وطنية تنضم بها كل الفواعل السياسية للشعب العراقي. واليوم الشعب العراقي هو فسيفساء وردة يعني زهور، فأردنا أن تكون هناك معارضة وطنية مقابل حكومة أغلبية وطنية. لم يستطع فهو قالها منذ البداية، أما أذهب إلى المعارضة أو أنسحب من العملية السياسية. فاليوم انسحاب السيد الصدر مشكلة كبيرة في الواقع السياسي العراقي وعلى كل الفواعل السياسية، عليهم أرضاء السيد الصدر وعودته إلى العملية السياسية حتى يمكن أن ننتقل إلى بر الأمان، لأن اليوم لا يريد للعراق أن يستقر، لا يريد للعراق اليوم العراق اقتصاديا منهك. اليوم حرب المياه بدأت على العراق من كل الدول الجوار، كل الدول المتشاطئة مع العراق اليوم هي في حرب. اليوم الكهرباء في وادي والشعب العراقي في وادي، وعليهم أن يلملموا جراحاتهم وأن يخدموا الشارع العراقي والشعب العراقي. طيب رغم كل ما أشرت إليه، ولكن يبدو أن الإطار التنسيقي يعني أنه واثق من تشكيل الحكومة. هذا ما قاله الإطار التنسيقي والقيادي في الإطار أحمد العوادي، قال أنهم سيتمكنون من تشكيل الحكومة من خلال حصولهم على أغلبية مريحة في البرلمان. يعني هل فما مدى دقة وواقعية هذا الطرح؟ سيد الفاضل، لرؤية السياسية ومتابعتنا وكمراقبين سياسيين، لا يمكن أن تكون هناك حكومة لا توافقية ولا أغلبية بدون التيار الصدري. أنا أعتقد سوف تكون العملية السياسية عرجاء، وسندخل في نفق مظلم. لا أقول هناك قتال ولا أقول هناك، لأنه التيار الصدري أعلى من هذه المسميات.